ضيعنا ثلاث نقاط كانت في المتناول تاعنا، ضيعنا بزاف فرص. كما يقول لك اشاك فوا نخدموا دوفون لي بوت، ليفيكاسيتي هذه يعني تما ما كاش، سورتو اون دوزيام ايطون وين لادفيرسير ما حبش يلعب تما، قعد اللور قعد يديفوندي اللور. مي واش راح نقولوا، هذا هو الفوتبول. الديربي كان ماتش تري دور، كان فيه لونجاجمون بزاف. بريمي ميطون لعبنا خير منهم، دوزيام ايطون هما ولاو حكموا اللعب تاعهم وسجلونا من الاخطاء. الديربي كيما تعرف يلعب على اخطاء، يلعب على دي ديتاي. مباراه نظن باللي كانت نوعا ما منطقيه، تعادل نظن نقطه ثمينه خارج الميدان، ولكن فيما يخص الاداء بكل صراحه مانيش راضي على الاداء اللاعبين. وفقنا ربي وين كنا بريمير ميطون كان عندنا شويه لا بريسيون، وين عاودنا دوزيام ميطون صحنا بعض الاخطاء وجبنا نقطه خارج ديار مع الفريق هذا الديربي اتحاد كرمو. وان شاء الله نشكر صحابي اللي اداو مباراه جميله، وان شاء الله نجيبوا لي ماتش باقي ان شاء الله.